كيناوي وعلى هذه الحموله الثقافيه، حيت تقريبا دابا هذا كما قلنا ربع قرن، وكاين واحد المجهودات وواحد التجربه. الدوره ديال هذا العام كاين هنا واحد، لانه حنا الحاجه اللي كنخدموا عليها بزاف هو الموسيقى القناويه، وعلى المشاركه ديال المعلمين، وعلى المستوى الفني اللي كنحاولوا كل عام كنحاولوا نلعبوا على واحد ديفلوبمون، لانه كنشوفوا دابا لي غراند سين، وكنشوفوا لو غران بيبليك، وكنشوفوا شي حوايج اللي كيخص، لان كنعرفوا الموسيقى القناويه كانت تراديسيونيل، كانت في قاع الدار، كانت في الزاويه، وكنشوفوا دابا ان اوتر ميتي ديال لا سين وديال البيبليك وديال الميكرو وديال هاد الحوايج هادو اللي هما تقناويت وصلت لشي حوايج فيهم وبدات كتوصل، وعندنا لا غوليف، وعندنا شي حوايج اللي غادي يزيدوا بهذا الشيء لقدام، وحنا ما علينا الا نكونوا شادين زمام الامر باش الحوايج يكونوا، لانه تقناويت راه صنعه، فيها الصنعه وفيها الطاعه وفيها الاحترام ديال الميتي. ما حنا ما غاديش واحد يطلع يلعب الى ما توفرش الشروط ديال تمعلميت وتنبنيت تمعلميت ديال تقناويت مبنيه على التسليم وعلى الاحترام ديال الميدان. قناوه كنعرفوا بانه راه كل عام عندنا كنهتموا بالشباب، وكما كنشوفوا دابا راه عندنا 35 مجموعه، ومن الشمال غادي يجيو من اصيله، من طنجه، فاس، مكناس، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، اكادير، اسفيتا، رودانت. كاين الاشراك ديال جميع المعلمين، وكل عام ما يمكنش باش غادي نكونوا كنعاودوا. كاينين المعلمين اللي كاينه بلاصتهم، اللي ما خصهمش يخليوا الفرمه، لانه الا فهمتي الا حيدتي واحد المعلم كتبقى بلاصتو. وكاينين المعلمين اللي نقولوا كاين هذاك، كاين المشاركه وكاين اعاده المشاركه، وكاين هذا هو هادشي علاش خدامين حنا، لانهم الطرقه ديال تقناويت كما تنقولوا لماذا هذا العام يدوز العام الجاي. Thank you.